بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من شرح أركان الإيمان الستة وبيانها، انتقل إلى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وهما مسألتان عظيمتان، فيجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفتهما وفهمهما على ضوء الكتاب والسنة، لأن هاتين المسألتين ظل فيهما أقوام وفرق كثيرة، وعرضت فيهما شبهات، فلا ينجو المسلم من الوقوع في الخطأ فيهما إلا إذا عرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما، وعرف الأدلة والرد على الفرق المخالفة فيهما، وكشف شبهاتهم فيهما، فهما مسألتان عظيمتان. ولا يزال الناس في هاتين المسألتين في أمر مريج من حيث الحكم على الناس بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق من غير بصيرة، فلا بد من معرفة الحق في ذلك، خصوصاً في هذا الزمان، فإنه لما قل العلم وكثر الذين يتكلمون عن جهل، وكثر أدعياء العلم الذين لم يتعبوا أنفسهم في طلب العلم غير أنهم صاروا يقرؤون الكتب ويخرجون على الناس بأقوال شاذة حتى لم يقلها من سلف، حتى من أهل الضلال ما قالوا ذلك بسبب الجهل وادعاء العلم أيضا. وأن يتكلم الإنسان وهو غير عالم هذا من أخطر الأمور، فإن القول على الله بلا علم خطره عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يدخل في شيء لا يحسنه، وأن لا يتتلمذ على نفسه أو على كتابه ثم يخرج على الناس فيؤذي عباد الله بأقواله وأفعاله ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء من غير فقه في ذلك، فإن هذا سبب الضلال وسبب التفرق وسبب الانحراف. ولو كان العلم يؤخذ بهذه الطريقة لصار الناس كلهم علماء، يعني مجرد شراء الكتب والمطالعة فيها هذا أمر سهل كل يستطيعه، لكن الكلام لتلقي العلم عن العلماء والصبر على ذلك ومساءلة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم هذا هو الواجب، ولن يحصل أحد على العلم بدونه. ما في أحد يوحى إليه غير الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا في أحد يحصل على العلم بدون تعلم، ما في أحد يحصل على العلم بدون تعلم بدون تلقي عن أهل العلم. هذه مسألة عظيمة جدا. فتعريف الإيمان فيه أقوال كثيرة. أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، هذا تعريفه المجمل. تعريفه المفصل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريفه المفصل عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان بأن ينطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وينطق بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به يصرح بذلك، واعتقاد بالقلب بأن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسان، فالقول بدون اعتقاد لا ينفع. ثم أيضا عمل بالجوارح بالأعضاء، عمل بالجوارح بأن تتحرك الأعضاء بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وهجرة وطلب للعلم وغير ذلك يزيد بالطاعة، كلما أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه وكلما عصى ربه نقص إيمانه، فهو يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي، فيزيد حتى يكون شيئا عظيما وينقص حتى يصير شيئا قليلا، قال حبة من خردل من إيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو نطقه وكلامه، وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أعمال قلبية عظيمة، محبة الله ورسوله، محبة المؤمنين، هذا عمل قلب، أعمال قلبية، النية والقصد الذي في القلب هذا من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كما سبق تحركها بطاعة الله عز وجل، أعمال تظهر وترى مما شرعه الله ورسوله. وبعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، زاد وسنة، لأنه إذا اجتمع القول والاعتقاد والعمل لكن يكون مخالفا للسنة هذا يكون مبتدعا، فلا بد أيضا من قيد السنة، قول واعتقاد وعمل وسنة يعني متابعة للسنة، ولكن الصحيح أن هذا داخل في العمل، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة، لكن من باب التفصيل خصوصا لما كثر المبتدعة والمخالفون احتاج بعض العلماء إلى أن يقولها، أن يزيد هذه الزيادة ليخرج بذلك المبتدعة الذين يدخلون في الإيمان ما ليس منه وفي العبادات ما ليس منها، هذه زيادة تفصيلية لا بأس بها. هذا القول الأول وهو القول الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المرجئة وهم فرق، قول المرجئة وهم فرق كثيرة، بعضها أشد من بعض. فولاة المرجئة وهم الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه عارف في قلبه فإنه يكون مؤمنا. وعلى كلامهم هذا والعياذ بالله يكون فرعون مؤمنا، وإبليس يكون مؤمنا، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين، لأنهم يعترفون في قلوبهم، يعرفون في قلوبهم ما جاءت به الرسل، ولكنهم يخالفونه عنادا ومكابرة واستكبارا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: وكانوا مستبصرين، يعني الكفار. قال تعالى: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما من أحد من الخلق إلا وهو يعرف هذا، ولكن لما لم ينطق به ويلتزم به ويعمل به لم ينفعه المعرفة، مجرد المعرفة. هذا قول غلاة المرجئة. الفريق الثاني من المرجئة وهم الأشاعرة والماتريدية، يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، اعتقاد بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من الاعتقاد، وليس عندهم نطق باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب فقط. وهذا قريب من قول الجهمية، قريب من قول الجهمية. فعلى هذا يكون من اعتقد بقلبه صحة ما جاء به الرسول فهو مؤمن، ولو لم يعترف بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، فيكون الكفرة مؤمنين على هذا الاعتبار، لأنهم يعتقدون صحة ما جاء به الرسول بقلوبهم لكن خالفوا مكابرة وعنادا. القول الثالث قول الكرامية، أن الإيمان نطق باللسان فقط، الإيمان نطق باللسان ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب، هذا قول الكرامية. وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم ينطقون بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، ويقول جل وعلا فيهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. على قول الكرامية يكون المنافقون مؤمنين، والله حكم بأنهم كفار، حكم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم ينطقون بألسنتهم ويشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن هم منكرون في قلوبهم، لم يؤمنوا في قلوبهم. هذا قول الكرامية. القول الرابع من أقوال المرجئة قول الحنفية ومن تبعهم من أهل الكوفة، أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. الإيمان عندهم قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب. وهؤلاء يقال لهم مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، فهم أقرب إلى السنة، بل هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة. أما الفرق الأولى فليسوا من أهل السنة. هذه أقوالهم. في القول الثالث، يعني ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة، ذكرنا قول المرجئة. القول الثالث قول الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة، ولكن زادوا عليهم تكفير مرتكب الكبيرة. يقولون الإيمان إذا زال بعضه زال كله، الإيمان إذا زال بعضه زال كله، غلوا والعياذ بالله في غلوا في أعمال الجوارح، حتى قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام كما يأتي إن شاء الله. فهم زادوا على مذهب أهل السنة وغلوا في الزيادة. هذه تقريبا تعريفات الإيمان عند الفرق. والمذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله، يزول بعضه ويبقى أصله. هذه تعريفات الإيمان عند الفرق. بقي مرتكب الكبيرة، ما حكمه بعد أن عرفنا تعريفات الإيمان عند الفرق؟ ما حكم من ارتكب كبيرة؟ أولاً، ما هي الكبيرة؟ قلنا في الدرس السابق إن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر عرفناها، ذكرنا تعريفها في آخر الدرس الماضي. وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر، وتسمى باللمم. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم هو صغار الذنوب. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو المخرج من الملة، والفسوق هو ارتكاب الكبيرة التي لا تخرج من الملة، يسمى فسوقا، والعصيان هو الصغائر، هو الذنوب الصغائر. فقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان، فدل على أن الذنوب تتفاوت. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم، المراد بها الصغائر، لأنه شرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كفارة يعني للصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. فإذا حافظ الإنسان على الفرائض وأدى ما أوجب الله عليه كفر الله عنه الذنوب الصغائر. وأما مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة فاختلفوا. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر. فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجية: لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر. فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق
بكبيرته أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيعطون العاصي المرتكب للكبيرة دون الشرك يعطونه اسم الإيمان الكامل، ويقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ويعتمدون في ذلك على نصوص الوعد وينسون نصوص الوعيد أو يؤولونها. فالمرجئة يقولون الإيمان في القلب، إيمان في القلب أو في القلب واللسان، وأما الأعمال فلا دخل لها في الإيمان، ومرتكب الكبيرة لا ينقص إيمانه. هذا قول جمهور المرجئة، وإلا مرجئة أهل السنة خالفون في هذا، يقولون المعاصي تضر. نحن وإن قلنا إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولكن المعاصي تضر العاصي، وقد يعذب بها فهي تضر. فمرجئة أهل السنة يوافقون جمهور أهل السنة في أن المعاصي تضر صاحبها، ولكن لا يحكمون عليه بالفسق، إنه فاسق أو ناقص الإيمان. أما إنه يعذب بها وتضره، نعم تضره عندهم. ويوافقون أهل السنة، أي جمهور أهل السنة، في أنه لا يخرج من الإيمان بها. فبين الجمهور من أهل السنة وبين مرجئتهم خلاف من جهة ووفاق من جهة، متفقون من حيث الأصل ولكن مختلفون في بعض التفاصيل. أما الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفرق الباقي، الجهمية والأشاعرة والكرامية، الخلاف بينهم كبير. أولئك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ولا تنقص المعصية مهما كانت، لا تنقص الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، كلهم سواء، كل الناس في الإيمان سواء لا يتفاضلون. هذا قول لا شك إنه قول باطل، هذا قول ولاة المرجئة المخالفين لأهل السنة. المذهب الثالث قول الخوارج، والخوارج جمع خارجي، وهم أتباع نجدة الحروري ومن وافقه في الغلو في الدين والتنطع. يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، خارج من الملة. الزاني عندهم كافر، السارق عندهم كافر، شارب الخمر عندهم كافر، كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو عند الخوارج القدامى والمعاصرين أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار مع عبدة الأصنام ومع الملاحدة، يخلد في النار. هذا مذهب الخوارج، استدلهم بآيات مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا من نصوص الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني، الحديث الآتي: وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهم أخذوه على عمومه وقالوا يراد بنفي الإيمان نفي الإيمان بالكلية، نفي الإيمان بالكلية، وأنه خارج من الإسلام، أخذوا بنصوص الوعيد. هذا مذهب الخوارج. المذهب الرابع مذهب المعتزلة. المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله
لما اختلف معه في هذه المسألة سمي أتباعه بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله لما خالفهم في هذه المسألة، وقال صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد. هم قالوا لا، مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. وإن مات ولم يتب فهو كما يقول الخوارج خالد مخلد في النار مع الكفار والمنافقين. أو متفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة وخالفوهم في الدنيا. الخوارج يقولون كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر، وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان صحيح لكنه ليس داخلا في الكفر، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. وهذه من أصولهم الخمسة، من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين، أصل من أصولهم تمدون عليها في مذهبهم. هذا قول المعتزلة، أصحاب الاعتزال الذين اعتزلوا مجالس أهل السنة وكونوا لهم مجالس يقررون فيها مذهبهم ومخالفتهم لأهل السنة. هذا قولهم في مرتكب الكبيرة. فهذه أقوال الفرق في مرتكب الكبيرة، قول أهل السنة والجماعة، قول المرجئة بفرقهم الأربع، قول الخوارج، قول المعتزلة. والحق ما ذهب إليه أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه مؤمن مطلق الإيمان، ولا يقال إنه كافر، بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب منه اسم الإيمان، وإنما يعدل في شأنه حسب الأدلة، حسب الأدلة وجمعا بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ونقرأ الآن أدلة أهل السنة. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، هذا تعريفه عند أهل السنة مجملا ومفصلا، قول وعمل، هذا مجمل. تفصيل يراد بالقول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه، ويراد بالعمل عمل القلب وهو الخوف والخشية والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وإلى آخر الطاعات، كل الطاعات كلها من الإيمان. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافا للمرجئة. والدليل على زيادة الإيمان أدلة كثيرة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لقوله زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد، إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم، دل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دليل في قوله زادتهم إيمانا، نزول القرآن يزيد المؤمنين إيمانا ويفرحون به ويستبشرون به، تقر أعينهم بكلام الله سبحانه وتعالى، فدلت هذه الآية على زيادة الإيمان. وقال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة، فكلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه. وينقص بالمعصية، كل ما حصلت معصية نقص الإيمان به، حتى ربما يصل إلى مثقال حبة خردل. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها أولاً أن كل شيء يزيد
فإنه ينقص. من لازم الزيادة النقصان، وقد دل القرآن على زيادة الإيمان بالنطق، فيلزم من ذلك أنه ينقص بضد الطاعات، ينقص بضد الطاعات. وثانيا فيه أدلة من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل الحديث على أن الإيمان يضعف، على أنه يضعف إذا ترك الإنسان إنكار المنكر وهو يقدر على إنكاره، فهذا يضعف إيمانه، لأن تركه لإنكار المنكر وهو يقدر هذه معصية، والمعصية ينقص بها الإيمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فجعل للإيمان أعلى وأدنى، جعل للإيمان أعلى وأدنى، دل على أنه يزيد وينقص. وفي حديث: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل أو أدنى. وفي قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا أيضا دليل على أن الإنسان يضعف إيمانه حتى يصير أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، إلا أنه لم يخرج للكفر، لم يخرج من الإيمان، لكنه قريب من الكفر، معه إيمان ضعيف جدا. هذه أدلة على ضعف الإيمان ونقصه. نعم، هذا قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ردا على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والمؤمنون سواء. ما في شك إن هذا قول ظاهر البطلان. ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أدنى الناس وأجهل الناس، هذا شيء معروف، ما الواقع يدل على بطلان هذا، أن الناس ليسوا في الإيمان سواء. والله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، إلى آخر الآيات. فصنف المؤمنين أهل الجنة، صنف هذه الأمة أهل الجنة إلى 3 أصناف: الظالم لنفسه، وهو الذي ارتكب معاصي دون الشرك، ارتكب معاصي دون الشرك، فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأنه وضع نفسه في غير موضعها وعرضها لعقاب الله عز وجل. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي عمل الطاعات وترك المحرمات، اقتصر على ذلك، اقتصر على فعل الطاعات وترك المحرمات فقط، فهذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى الدرجات، سابق بالخيرات، وهو الذي فعل الواجبات، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم السابقون وهم المقربون. الصنف الثاني وهم المقتصدون الأبرار، هؤلاء الأبرار، الأبرار دون المقربين، دون المقربين. ثم آخر درجة منهم الظالم لنفسه. فدل على أن الناس طبقات بحسب إيمانهم، فمنهم السابقون المقربون، ومنهم الأبرار، ومنهم الظالمون لأنفسهم، وكلهم في الجنة، جنات عدن يدخلونها، هذه بشارة عظيمة لهذه الأمة. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، مع أنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، فإنهم مع ذلك لا يرون أن المعاصي التي دون الشرك تخرج الإنسان من الدين، وإن كانوا يرون أنها تنقص الدين، تنقص الدين. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل القبلة مراد بهم
المسلمون سموا أهل القبلة لأنهم يستقبلون الكعبة المشرفة. نعم، فكل من صلى إلى الكعبة فإنه من أهل القبلة. نعم. لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر والعياذ بالله، هذا من الغلو والتشدد والعياذ بالله الذي ما أنزل الله به من سلطان. هم حكموا على أنفسهم بالكفر لأنهم هل هم سالمون من المعاصي، سالمون من ارتكاب بعض الكبائر؟ هن حكموا على أنفسهم بالكفر. نعم. بل القوة الإيمانية، هل يعني معنى ذلك أن الخوارج ومن يقول بقولهم الآن أنهم ما شاء الله ما يقع منهم ولا معصية ولا شيء أبد وأنهم سالمون؟ هذا ما هو صحيح. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ثابتة مع وجود المعاصي الكبائر، فهو أخ لنا في الإيمان وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وسيسوق الأدلة على ذلك وما يقول شيء من عنده. نعم. كما قال سبحانه في آية القصاص. نعم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أوجب القصاص إذا طالب به أولياء القتيل، وإن عفوا على الدية صح ذلك، والعفو أحسن من القصاص. القصاص حق لهم ولكن إذا عفوا فهذا أفضل. فاتباع بالمعروف، ولي الدم يطالب القاتل بدفع الدية بالمعروف من غير مضايقة، وأداء إليه بإحسان، الذي عليه الدية يؤديها بإحسان ولا يتعب صاحب الحق. فأداء بالمعروف، فاتباع بالمعروف من صاحب الحق، وأداء من صاحب الحق بإحسان من غير إتعاب ولا مماطلة. الشاهد من الآية قوله من أخيه، عفي له من أخيه، عفي له أي القاتل، من أخيه أي لا يخرج من الإيمان، وأنه ثابتة له الأخوة الإيمانية. نعم، أظن هذا ظاهر، عفي له من أخيه، جعل القتيل أخا للقاتل، والقاتل مرتكب لكبيرة وهي القتل عمدا عدوانا، ومع هذا أثبت الأخوة بينهما بالإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. نعم. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا محل الشاهد من الآيات، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم إخوة مع أنهم يقتتلون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا، وأمر بالإصلاح بينهما وتسوية النزاع، وعلل ذلك بكونهم أخوة، إنما المؤمنون إخوة، أدل على أن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الدين ومن أخوة المؤمنين. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. لا يسلبون اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نحن عرفنا أن المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. أهل السنة يخالفونهم في هذا، يقولون لا يخرج من الإيمان، هو في دائرة الإيمان، وإذا مات وعذب في النار بكبيرته فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها، أو يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها كما تقوله المعتزلة والخوارج.
نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله الملي. الملي معناه الذي لم يخرج من الملة، من ملة الإسلام. الملي نسبة إلى الملة، أي ملة الإسلام. نعم. ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فلو أعتق، لو أعتق القاتل خطأ، أعتق رقبة عاصية مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، نقول عتقك ما يجزي. الله جل وعلا يقول مؤمنة ولم يقل كاملة الإيمان، هذا مطلق إيمان. فلو أعتق من عليه الرقبة، أعتق عبدا فاسقا، الآية عامة، رقبة مؤمنة فيها إطلاق، تشمل المؤمنة كاملة الإيمان والمؤمنة ناقصة الإيمان. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عندنا اسمان، مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هذا يشمل أي إيمان ولو قليلا، أليس كذلك؟ مطلق الإيمان يشمل الإيمان القليل والكثير. أما الإيمان المطلق فهذا يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل. فمرتكب الكبيرة يدخل في الإيمان المطلق ولا في مطلق الإيمان؟ في مطلق الإيمان، لا يدخل في الإيمان المطلق الذي هو الكامل. ففي قوله فتحرير رقبة مؤمنة، هذا إيمان مطلق يدخل فيه فاعل الكبيرة. أما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، هذه لا يدخل فيها الفاسق ولا مرتكب الكبيرة، لأنها تعني الإيمان الكامل، والفاسق ناقص الإيمان فلا يدخل فيها. وفي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هذا هو الإيمان الكامل. وهذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. الأعراب ادعوا منزلة لم يصلوها وهي كمال الإيمان، والله جل وعلا رد عليهم بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان الكامل، وإنما عندهم إيمان، مبدأ إيمان وإيمان قليل لكنه سينمو ويزيد. بشرهم الله بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ولما تعني أنه سيدخل في المستقبل، فهذا فيه تبشير لهم. لكنه أنكر عليهم أنهم ادعوا حقيقة لم يصلوا إليها، وبين من هم، من هم الذي يطلق عليهم هذا اللقب الكريم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الأعراب ما بعد عملوا شيء من هذا، ما بعد عملوا شيء من هذا إلى الآن. الإنسان لا يدعي درجة لم يصل إليها بعد. نعم. أو لم ينفي عنهم الإيمان، قل لم تؤمنوا لم ينفي عنهم مطلق الإيمان، وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق يعني الكامل، ودل على أن الإنسان لا يزكي نفسه أيضا، على أن الإنسان لا يزكي نفسه بل يعتبر نفسه دائما مقصرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. هذا الحديث الذي تعلقوا به، هذا الذي تعلقوا به ولهم فيه شبهة، وهو أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن يخرج من الإسلام. لا يزني الزاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. قالوا نفى عنه الإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة كافر. فنقول لهم ليس المنفي هنا ليس المنفي هنا هو مطلق الإيمان، وإنما المنفي هنا هو الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أي الإيمان الكامل. إيش الدليل على هذا التفسير؟ نقول الدليل الأدلة الأخرى التي في أول الكلام، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا قال إنما المؤمنون إخوة. وكلام الله وكلام رسوله لا يختلفان، يفسر بعضهما بعضا ويوضح بعضهما بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. لاحظوا هذا، دائما أصحاب المذاهب المنحرفة يريدون الفتنة، يفرحون بهذه الأمور من أجل يشوشون على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، أي المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ويفسرون هذا بهذا، لأن كل من عند الله، القرآن والسنة كلها من عند الله عز وجل، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضها بعضا. أما الذي يقتطع طرف ويترك الطرف الثاني هذا من أهل الزيغ، هذا من أهل الزيغ والعياذ بالله. ولذلك لا يسوغ لكل أحد أن يتكلم في مسائل العلم وهو لا يعرف المحكم والمتشابه، ولا يعرف كيف يتصرف مع المتشابه، ولا يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا يعرف العام والخاص، ولا يعرف أنواع الدلالة، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة الإشارة، ما يعرف هذه الأمور. مسكين صار يقرأ الحروف ويتهجأ، وأخذ له كتاب ودل يقرأ فيه وحط نفسه عالم وهو ما يعرف هذه القواعد، فظل في نفسه وأضل غيره والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا، الواجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يتعلم على نفسه أو على كتاب أو على جاهل مثله، وإنما يتعلم على أهل العلم المتأصلين والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا هو الواجب. نعم. صلى الله عليه وسلم، نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشتهب نهبة ذات شرف، يعني لها قيمة، نهبة يعني لها قيمة واعتبار، ينهبها من أموال الناس، لأن الله حرم أموال الناس إلا بإذنهم وطيب أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أموال المسلمين لها حرمة، لا يجوز التعدي عليها ولا نهبها ولا سرقتها. النهب هو الذي يؤخذ جهارا، النهب هو الذي يؤخذ جهارا، إما تحت السلاح وإما أن يؤخذ بخطف يختطفه ثم يمتنع من إعطائه له، يمر على واحد ويخطف منه شيء ويأبى أن يرد أن يرده إليه، وإن أراد أنه يسترجعه يضربه الله، هذا النهب، هذا النهب والعياذ بالله. أما السرقة فإنها أن يأخذه بخفية من حرص، وأما الاختلاس فيأخذه خفية لكن من دون حرص. في عندنا اختلاس، في عندنا نهب، وفي عندنا سرقة، كل شيء له حكم، كل شيء له حكم، وعلى الكل فأموال الناس محترمة
حتى أموال الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين حرام، تحرم دماؤهم وأموالهم بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين، فكيف بأموال المسلمين؟ أشد حرمة. نعم. ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. أما الشيء التافه والذي لا قيمة له لما يضر، مثل حبة عنب ولا تمرة واحدة، هذا أمرها وصحيح تجنبها من باب تجنب المستبه، لكن ما تصل إلى حد التحريم. الشيء التافه الذي لا قيمة له. نعم. يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول يعني النفي في هذه المواضع في الحديث الشريف ليس هو نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. وش الدليل على هذا التفسير؟ نقول الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين، فدل على أن هذا النفي إنما هو لنفي الكمال وليس لنفي الأصل، والنصوص يفسر بعضها بعضا. نعم. أما لو يجي واحد سارق ويخطف الحديث على حدة ويروح يكفر الناس فيه، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الإثم. المعنى واحد، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق، يعني مجتمع فيه إيمان وفسق، مجتمع فيه إيمان وفسق، هذا يجتمع. نعم. فلا يعطى الإثم المطلق ولا يسلب مطلق الإثم. لا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان الكامل، مثل قوله إنما المؤمنون، ولا يسلب مطلق الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة يدخل فيها الفاسق. نعم. الله، هذه مسألة عظيمة يجب أنكم تعيدون النظر فيها وتدرسونها، لأنها إذا ترسخت عندكم زالت عنكم إشكالات كثيرة بإذن الله. نعم. أستغفر الله، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ما أصل هذا التقسيم؟ تقسيم أصله من الأدلة، أصله مأخوذ من الأدلة، أن هناك إيمان مطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق إيمان وهو الإيمان الناقص. نعم. من مجموع الأدلة، يعني نشرح من صلاة المغرب وإلى الحين ما فهمت، الله مشكل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. كثر الاختلاف في إجابتكم المنشورة في مجلة الدعوة. كثر إيش؟ كثر الاختلاف في إجابتكم المنشورة في مجلة الدعوة والمرافق نسخة منها، فنرجو إيضاح وتفصيل المقصود من الإجابة، لأن السؤال واضح. والسؤال هو أنه في نهاية الخطبة الثانية من يوم الجمعة أو العيدين يطلب الخطيب من المصلين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورد الآية والحديث الدالين على فضل هذا العمل، فهل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث يقول أحد طلبة العلم أنها بدعة، وقد أجاب فضيلتكم حفظه الله أن المشروع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة. أن يصلي يعني الخطيب. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد والشهادتين. يعني إعلان الصلاة على النبي، الإعلان يكون في أول الخطبة، أما أن يصلي على النبي في أثناء الخطبة بينه وبين نفسه هذا لا بأس به، إنما الإعلان الذي يعلن وهو من جملة الخطبة هذا لا يكون إلا في أولها بعد الحمد لله والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ختم الخطبة إعلانا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول صلوا على محمد، هذا بدعة. نعم. ما ورد أن الرسول يفعل هذا في الخطبة ولا خلفاءه ولا فيما نعلم، إنما إعلان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد لله والشهادتين. أما كونه يصلي هو أو يصلي الحاضرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بينه وبين نفسه هذا مشروع ومطلوب، نحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الإعلان وجعله من جملة الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يصح تلقي العلم من الكتب، فهل يجوز تلقيه من أشرطة التسجيل دروس العلماء؟ من باب أولى، إذا كان ما يؤخذ من الكتب لا يؤخذ من الأشرطة، من باب أولى، لأن الكتب يمكن تراجعها وتقراها مرة ثانية وتأمل فيها، لكن الشريط كلام قد يكون فيه خطأ من المتكلم، يكون فيه فهم غير صحيح، أما الكتب في الغالب فهي منضبطة ومحررة، إذا كان مؤلفوها ممن عرفوا بالعلم تكون محررة، لكن مع كونها محررة ومتقنة فهمك يختلف، أنت فهمك يختلف، قد تفهم غلطا وخطأ ما قصدوا،
إذا كان هذا في الكتاب فهو في الشريط من باب أولى. الحاصل أنه لا يعتمد على الشريط ولا على الكتاب، أما أنه يستفاد من الشريط ويستفاد من الكتاب لكن فائدة لا يعتمد عليها ويحكم بها، وإنما هذا يؤخذ عن العلماء. أما أنك تستفيد في نفسك ولا تعتمد على هذا ولا تجعل حكم تصدره على الناس فهذا لا بأس، اسمع وقرأ واستفد، لكن لا تسوي نفسك عالم فيما بعد، تفتي الناس، تجلس للتدريس وتحلل وتحرم، هذا هو الذي نقصده. نعم. فضيلة الشيخ، ما قولكم فيمن يكفر بعض الحكام بعينه بعدما ماتوا، خصوصا انهم كانوا لا يحكمون بما انزل الله ويظلمون وذلك معلوم عنهم، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز تكفير المسلمين الا بدليل من الكتاب والسنه، ثم تكفير المعين فيه خلاف ولا تدري ماذا مات عليه، حتى لو ثبت انه ارتكب شيء من المكفرات ما تدري هو تاب ولا ما تاب، فلا تحكم عليه جزما بالكفر، لكن تقول من عمل كذا وكذا من باب العموم فهو كافر. اما انك تخصص ناس بدون انك تعلم عن حالتهم عند الوفاه هذا لا يجوز. على كل حال الانسان يحفظ لسانه عن التكفير والتفسيق والتبديع، ما كلفه الله بهذا، عليه أن يصلح نفسه هو ويتعلم ويدعو إلى الله ويألف بين القلوب ويجمع الكلمة وينشر المحبة بين المسلمين. أما أنه ما يصير له شغل إلا فلان كافر وفلان مبتدع وفلان وفلان، هذه مصيبة. نعم. إلا إنسان غر الناس وخلف لهم كتبا فيها ضلال، أنت تبين الضلال الذي في كتب، أما هو لا تحكم عليه ما تدري عنه، لكن قل كتابه الفلاني فيه كذا وفيه كذا ويجب على المسلمين أن يحذروا من الاغترار بهذا إلى آخره، هذا لا بأس. أما الأشخاص ما الكل لهم، دعهم إلى الله عز وجل. نعم. قول يا الشيخ، هل تتحول الصغيرة بالإصرار عليها وعدم التوبة منها إلى كبيرة؟ نعم، ذكر العلماء هذا، ذكروا أن التهاون بالصغائر يجر إلى الكبائر، وربما أن الصغيرة تتعظم إذا تهاون بها الإنسان وتكون كبيرة. نعم. فضيلة الشيخ، لو بينتم لنا قول أهل السنة في مرتكب الكبائر وأنه لا يعاقب في الآخرة مع أدلتهم. والكلام اللي قلناه وين راح؟ قلنا الكلام، قلنا مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة بما بعد، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله بالمرة الثالثة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. هل يعتبر مرجئة أهل السنة للمسلمين أم للمرجئة؟ وإذا كانوا من أهل السنة فهل يسمونهم المرجئة؟ الإرجاء ليس كفرا مطلقا، الإرجاء فيه تفصيل، فيه فرق بين إرجاء الجهمية وإرجاء غيرهم يتفاوت، ليس الإرجاء مطلقاً يخرج من الإسلام، ولكنه على كل حال خطأ وضلال، لكنه لا يخرج من الملة وأصحابه مسلمون، وإن أخطأوا في هذه المسألة وإن أخطأوا فخطأهم لا يخرجهم من الإسلام. نعم. السؤال، هل يعتبر مرجئة أهل السنة للمسلمين أم للمرجئة؟ سؤال صعب هذا، مرجئة أهل السنة يعتبرون من المسلمين أو لا؟ إذا كانوا من أهل السنة هم من المسلمين، ما يكون من أهل السنة إلا من هو مسلم، لكن نقول أخطأوا في هذه المقالة غفر الله لهم، هذا خطأ، وإلا هم مسلمون وأهل سنة والحمد لله، لكن القول هذا خطأ. نعم. فضيلة الشيخ، عندما نقول إن الإيمان يزيد وينقص، فهل نقصد بذلك الأداة والدرجة أم أن اليقين الذي يدارس القلب؟ يعني ما في القلب يزيد وينقص في القلب، هذا هو المقصود، فكل ما عمل الإنسان طاعة زاد الإيمان في قلبه ويقينه، وكل ما عمل معصية نقص الإيمان في قلبه ويقينه،
أما قضية زيادة الثواب، زيادة العقاب في المعصية، شيء آخر، شيء معروف. نعم. قضية الشيخ، ما هي الخصال التي يكفر بها المسلم؟ كثيرة، وهي ما تسمى بنواقض الإسلام، وأعظمها النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نواقض الإسلام العشرة، هذه أهمها وأكثرها وقوعاً، وإلا النواقض كثيرة. يقول صاحب الإقناع فيما أذكر أنها تصل إلى قريب من 400، قولية وفعلية وقلبية وكلامية إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين من لا يعلم من الإيمان إلا قليل حتى يكون حتى تخرج من إيمان إلا أنه يحب أبا بكر الصديق مثلا، والحديث يحشر المؤمن مع من أحب وإن لم يعلم بعمله، أن يكون معه بمكة رضي الله عنه وهو لا يعلم بعمله أو يصل إلى إيمانه، يكون معه في الجنة وإن لم يصل إلى درجته، لكن يكون معه في الجنة ويكون يحشر مع من أحب يوم القيامة، ويتفاوت أهل الجنة في منازلهم حسب أعمالهم. والإيمان يقولون يزيد بشيئين، الشيء الأول الطاعات وهذا ذكرناه، الشيء الثاني العلم، كل ما زاد علم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله زاد إيمانه، فالعلم يزيد من الإيمان، كل ما تعلم الإنسان وتفقه في دين الله زاد إيمانه. لا شك أن الجاهل إنه أضعف إيمان من العالم، لأن العالم يعلم أشياء كثيرة ويعمل بها ويعتقدها، أما الجاهل فعنده إيمان مجمل، عنده إيمان مجمل، فالعالم العامل بعلمه أكمل إيمانا من الجاهل. لهذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. الشك أن كل ما علم الإنسان من العلم النافع زاد إيمانه به. نعم. فضيلة الشيخ، من يداوم على إشكال ثوبه وحفظ لحيته هل يقال له هذا فاسد؟ الفاسق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو الفاسق. وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، كذلك إسبال الثوب كبيرة، إسبال الثوب هذا كبير، الذي يفعله فاسق ما في شك أنه كبيرة. أما حلق اللحية فإنه محرم وتشبه بالكفار، ولكنه ليس بكبيرة، لكن ربما يكون كبيرة بالإصرار عليه أو الاستهزاء بأصحاب اللحى، هذا يخشى عليه من الردة، إذا استهزأ باللحية وقال الدين ما هو بشعر، الشعر للخروف والشعر الكذا، هذا يستهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا. أما مجرد أن يحلقها اتباع لهواه ولم يستهزي ولم يسخر فهذا يعتبر عاصيا فاعلا لمعصية، لكن ما يقال أنه فاسق وخارج وأنه ناقص الإيمان فاسق بمعصيته هذه. نعم. إلا إذا أصر عليها وداوم عليها بعد النصيحة، بعد النصيحة وبعد البيان استمر على هذا، فهذا يصير فعله هذا إلى كبير، لأنه أضاف إلى حلق اللحية ترك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفها، هذا يصيره كبيرة من هذا الاعتبار. نعم. قال الله تعالى إن الله لا اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يدخل في هذه الآية وأنه لا يغفر أو أنه يغفر كالكبائر التي دون الشرك على قولين، ولكن على كل حال هو لا يخلد في النار، حتى لو قيل أنه ما يغفر له فهو يعذب بقدره، ولكنه لا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، يعذب بقدره ولا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، لأنه لم يخرج من الإسلام فله مال المسلمين. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.